شكرا السيد الرئيس، السيد ممثل السلطة، السادة ممثلي المصالح الخارجية، السادة والسيدات المستشارين. بداية السيد الرئيس، نتمين هذا المشروع المتعلق بمخطط توجيه التهيئة العمرانية للمجال الميتروبولي مراكش الكبرى، والذي يحمل واحد الرؤية استراتيجية لتوزيع المجالي لخلق التنمية في أفق 2040 كما هو معمول به في الدول المتقدمة. اغتنم الفرصة كذلك السيد الرئيس لتتمين مجهودات السيد الوالي ولي جهة مراكش أسافي، الذي ظل منكبا ومتتبعا للورشات لإعداد هذه الوثيقة وهذه الدراسة بمراحلها المختلفة ضمن اللجان المحلية واللجان التقنية واللجان الموسعة في انتظار وصولها إلى اللجان المركزية قصد التأشير عليها وإخراجها لحيز التنزيل والتنفيذ. الوثيقة السيد الرئيس كما جاء في العرض فعلا هي وثيقة طموحة تحدد التوجهات الكبرى لخلق واحد الأقطاب واضحة المعاني، أقطاب تنموية واضحة، أقطاب صناعية، أقطاب سياحية، إعادة إحياء مدينة طنونسورت باعتبارها قطبا صناعيا سيتم ترويج هذه المدينة وبعث الحياة فيها من جديد، قطب تسلطانت الذي سيتم كذلك إنعاشه من خلال واحد مجموعة ديال المشاريع والتوجهات السياحية إلى غير ذلك والعمرانية كتجمع عمراني. نتحدث عن الأقطاب بجماعة مراكش. هذه الوثيقة السيد الرئيس اليوم يجب أن نتأمل في العمق ديالها، أشنا هو؟ لأنه سابقنا السيد الرئيس الاستثمارات الذي هم هو الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد التنمية هو الذي هو. فيما قبل كانت مؤسسة الدولة هي التابعة التي تتبع المستثمرين، المستثمرين تيجي التابعة التي تتبع المستثمرين، المستثمرين تيجي تستثمر في منطقة معينة، والدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة مضطرة أن تنفق الأموال لإعداد البنية لهذا المستثمر. مستثمر كيجي يستثمر جوج المليار والدولة كتخسر عليه 70 مليار. اليوم لا، لم يعد مسموحا بهذه العشوائية، وهذه التوجهات الكبرى والفلسفة التي حكمت الدول المتقدمة. إلى رجعنا لتاريخ تقدم الدول، اليوم المستثمر هو اللي غادي يتبع المؤسسات والتوجهات الكبرى ديال الدولة. كاين قطب سياحي، سير استثمر اخويا في القطب السياحي، راه البنية التحتية موجودة له. قطب صناعي، سير القطب الصناعي. ما يمكنش تجي دير لي اليوم مشروع صناعي في قلب المدينة العتيقة ولا في سيدي بن علي ولا في الناخب. اليوم واضح هادشي. إذا اليوم تنقولوا أننا أمام عقلانية، ولكن لابد من إبداء واحد المجموعة ديال الملاحظات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار. أولا، أنا ما غادي نقولش يجب على هذه الوثيقة الموجهة للتهيئة العمرانية أن تراعي تصاميم التهيئة الخاصة بالمقاطعات. كاين تأخير في تصاميم التهيئة ديال الخاصة بالمقاطعات، كاين تأخير من طرف المكاتب الدراسات المكلة لهذا الموضوع. اليوم يجب على تصاميم التهيئة الخاصة بالمقاطعات أن تتلائم وتتبع، هي اللي خصها تتبع هذا المخطط التوجيهي، هي اللي خصها تتبعه. ماشي مخطط توجيهي يراعي تصاميم التهيئة، لأن هذا مخطط باستراتيجيات وأهداف وتوجهات كبرى. المسألة الثانية، برنامج عمل الجماعة يحمل واحد العدد ديال المشاريع التنموية، واحد العدد ديال المشاريع تاع التهيئة، لا في المجال الأخضر ولا إلى غير ذلك، ولا في المرافق ولا في إنشاء المؤسسات التعليمية. اليوم يجب كذلك ملائمة وتعديل هذا البرنامج العمل وفق توجهات ديال التهيئة العمرانية لمراكش الكبرى. يجب اليوم أن نتبع هذا المخطط، كل هذه المشاريع أن يتم تعديلها وتكيفها وفق هذا المخطط. هذا الملاحظة الثالثة،
واللي ما جاتش واردة فسميته في العرض هو خلق قطب هذا المخطط. هذا الملاحظة الثالثة واللي ما جاتش واردة فسميته في العرض هو خلق قطب اقتصادي تنموي خاص بالشباب تماشيا مع المشروع التنموي الجديد. خصنا مشروع قطب تنموي خاص بالشباب يكون عندنا ضمن التوجهات الكبرى اللي سطرها جلالة الملك التي تراعي تضيف الشباب وإدماج الشباب في سوق الشغل. تكون بامتيازات واضحة لا في العقار ولا في سميتو في التسهيلات المالية المرتبطة بالأبناك بالتمويل. النقطة الرابعة والملاحظة الرابعة هو الأخذ بعين الاعتبار الفضاءات الخضراء والمجالات البيئية داخل جميع الأقطاب كيفما كانت التوجهات ديالها والتصنيف ديالها يجب أخذ بعين الاعتبار هذه الفضاءات الخضراء تماشيا مع التزامات الدولة المغربية في إطار تعاقدها والتزاماتها في إطار لكوب 22. ملاحظة الخامسة مراعاة وهذا اللي مهم وجا في الملاحظة ديال السي مولاي الحسن المنادي هو المراعاة ديال عقد برنامج ديال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. يعني يجب يعني أخذ بالاعتبار الانسجام مع هذا عقد البرنامج الذي يتضمن واحد المجموعة ديال المشاريع المهيكلة بجماعة مراكش وحتى الجماعة القروية الذي كلف أو سيكلف الدولة والوكالة ضمن العقد واحد مليار و600 ديال الدرهم. بالتالي اليوم كذلك يجب يعني ملائمة هذا العقد البرنامج والمشاريع المتضمنة فيه مع المخطط ديال توجيه التهيئة ديال مراكش الكبرى 2040. آخر ملاحظة وهي اللي كتبقى الملاحظة المهمة جدا لتنزيل هذا المخطط التوجيهي هو تسوية الوضعية العقارية. لا بد السيد الرئيس وهذا شرطي لي انت في المداخلة ديالك وهذا هو مربط الفرس لا بد من خلق انا تنقول خلق شباك يتتبع الملف ديال المنازعات والتسوية العقارية في جميع هذه الأقطاب هذه اللي جات في المختص التوجيهي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس.